أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت كما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني أعيذها بك
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
صدق الله العظيم.